برنامج تغطية خاصة. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تغطية خاصة. نناقش في هذه الحلقة أصداء الوثيقتين الصادرتين عن كل من حزب التكتل الذي يتهم النظام القائم في موريتانيا بإدخال البلاد في أزمات متعددة ويرسم لوحة غاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد، ووثيقة الرد من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي ينعت فيها أصحاب بيان التكتل بأنهم يعانون من أزمة أخلاقية ونفسية قبل أزمتهم السياسية. يسعدني أن أستضيف لكم النائب البرلماني الأستاذ السلامة والعبد الله، الأمين التنفيذي المكلف بالتنظيم والعلاقات مع الأحزاب السياسية عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. سيد النائب، كيف المساء؟ مساء الخير سيد النائب السابق. سيد النائب السابق، ما هي قراءتكم لتوقيت هذا البيان بالنسبة لحزب التكتل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة الكريمة. أنا امتاز هذه الفرصة نقول لأني طلعت على بيان حزب التكتل للقيمة الديمقراطية اللي ينعت فيه الوضع السياسي الاقتصادي للبلد بنعوت وبأوصاف نعتبرهم من أنفسهم وأعمارهم مقتنعين بهم باب أولى المواطن الموريتاني. ونقول على أن التوقيت اللي جا فيه أنه توقيت بالنسبة اللي يتابع المشهد السياسي في البلد الموريتاني لا هو غير به اللي عودنا حزب تكتل القوى الديمقراطية وما كلما كان الموريتانيين متوجهين الوضع سياسي معين من شأنه أن يحلحل أي أوضاع قائمة، وإن كنا نعتبر الحمد لله البلد ما فيه أي مشكلة يسوى شنه، لا بد من حزب تكتل القوى الديمقراطية ليخرج عن ذاك المسار ويعد الفرقعة السياسية ياكل الخروج عنه. وبالتالي التوقيت الغاية منه حسب رأيي هو التشويش على الحوار، وبالفعل لن يشوش على الحوار. طيب، حزب العفو يعني تكتل القوى الديمقراطية كان ينبغي أن يكون هو أول المشاركين في العملية السياسية وعملية الحوار. طيب، السيد النائب السابق، تشخيصكم للتوقيت، التوقيت اللي خلق فيه هذه الوثيقة، أعلنوا إياك يخلق تشويش على الحوار. ما هو قاعد إياك يخلق. طيب، عملية خطأ هذه النقطة، ظهرت نحن فهمنا على الأقل من ناحية صياغتك العام. التكتل يرى بعلن فهم عشوائية في تسيير الموارد الاقتصادية خلال الفترة ما بين 2010-2014. وعلن فماتيها قلة حكامة من طرف النظام في تسيير الموارد الاقتصادية، ويشوف أعلن فم ارتجالية وأشياء كثيرة. هذه المسائل حتى أعلنوا يرى أعلن فماتيها الصفقات العمومية أعلنها تنعطى للناس المقربة من 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 من, من النظام ومن من 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 الأسرة، أسرة السيد الرئيس محمد ول عبد العزيز. طيب، هذا المناخ بصفته هذه أخلاق حسب التكتل نوع من الفقر ونوع من الافتقار، رغم أن الدولة في الفترة ما بين 2010-2014 حصلت على مبالغ مالية باهظة. شكرا، أنا سمعت العرض اللي قدمته وقريته ببيان التكتل القوى الديمقراطية، ونختار ننبه على حزبنا حزب الاتحاد والجمهورية أصدر بيان توضيحي شامل وجامع ومانع وبأرقام ومعلومات دقيقة، وهذا لا يجعلني أتكلم في الموضوع في المضمون. قلت على التوقيت اللي اصدر فيه بيان حزب تكتل القوى الديمقراطية انه كان الغاية من هو شنو الخروج عن توجه اللي توجه الشعب الموريتاني من اجل حوار سياسي معين يستطيع من خلال الموريتانيين يتوفقوا انهم يطرحوا تصور سياسي وتطوير سياسي للحكامة السياسية اللي في هذا البلد الموريتاني. فيما يتعلق بمضمون البيان، انا اعتبر مضمون البيان للاسف الشديد جانبه الصواب لاعتبارات عدة. اولا، ان كل الارقام التي ورد فيها ارقام مغلوطه، والشعب الموريتاني في مستوى النضج اللي يعرفه اما ان يكون النخبه
والنخبة تعرف أن المعلومات متوافرة سواء كانت لإصدار الجهات الرسمية موجودة على النت موجودة في المواقع كاملة، وسواء كانت الإصدار عن طريق الصناديق الدولية والممولين الخارجيين سواء كانت اتفاقيات وسواء كانت عن الهيئات الدولية الأخرى اللي تعطي العفو شوي اسمح لي اسمح لي اسمح لي مهما والله الجهات الدولية اللي تعطي صيفة للدولة. وبالتالي للأسف الشديد البيانات اللي صدرت عن المعلومات اللي صدرت عن تكتل القوى الديمقراطية كانت معلومات كلها مغلوطة لا تتماشى مع الواقع السياسي المثقف لا شافه وارجع البيانات اللي عنده واللي تابعها لا يقول للأسف الشديد هاي بيانات كانت مغلوطة. والمواطن العادي البسيط اللي يتابع إنجازات التي تحققت في الدول الموريتانية تحت ظل قيادة الرئيس السيد محمد عبد العزيز يدور يتأكدوا عنها ما هو حق به اللي المريض اللي لا يجي يشتغل المستشفيات ما كان يعرفهم الدواء لا يتأكدون يلقى ما هو حق. طيب والمسافر العفو 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 خليني وحوار خليني انت طرحت انت طرحت انت البيان اقباطه مين اللي فيه انت البيان اقباطه مين اللي فيه هلايائه واللي قاله ما فيه وخطه خليني اجاوبك علي. قلت ان البيانات اللي واخذه لين تتابعها المثقف والمتعلم سيكون الرد لديه منتهى الوضوح يستقي المعلومات سواء كانت من المراكز الرسميه وسواء كانت من الجهات الدوليه سواء كانت من الممولين المانحين وسواء كانت من المنظمات الدوليه والمؤسسات الماليه. وان المواطن البسيط يقرا ملي بان هذا البيان الصادر عن تكتل القوى الديمقراطيه انه فاقد المصداقيه، فاقد المصداقيه كيف قلت على ان المريض اللي كان ما اجبر حاله يداوى به اصبحت مفتوحه للمستشفيات في كل مناطق موريتانيا. وان المسافر اللي كان يطي بين المنطقه اللي فيها 50 كيلو يطي فيها كان ايام اربع عاد يوصل على الدقائق. وان شبكه الطرق عمت موريتانيا. وان المؤسسات التعليميه سواء كانت ابتدائيه سواء كانت ثانويه انتشار على المستوى الوطني انتشار افقي. والعطش اللي كانت الناس تعاني منه ما فيه بريده من موريتاني ما وصلت شبكه مياه والله في ابار توازيه. والناس اللي كانت تعاني من الظلمه والنقص في الكهرباء وصلته. شلون نحسب لك؟ معناها ان ثوره في جميع الميادين في جميع الميادين ولا نبالغين؟ ما نبالغين ولا أنا محرجين لا يقولوا ما أنا محرجين به اللي الراعي اللي في الخلوات ينسمع يتكلم ولا يقول قلتوا حق يعرف عن حالته المدنية مضبوطة ويعرف عن سلامته الصحية معروفة ويعتبر أن دولته في المحافل الدولية لها مكانتها ولها قيمتها ويعتبر عن دولته على مستوى المصداقية الأمنية موجودة فيها ويعتبر شلون نحسب له معناه ما في شباب في عنصر ما عينك تحسب ما طيب والله ما نحتاج هذه الصورة فتبارك الله صورة جميلة عن الوضع في موريتان مغايرة تماما اللي كان واحد فيها حزب التكتل. طيب سيد النائب قضية الكهرباء لا ما زالت مطروحة كانت مطروحة وما زالت مطروحة انقطاعات دون منها قبيل كان ثمة انقطاعات الكهرباء هذه تسبب مشاكل للناس اللي تستخدم هذه الكهرباء في تبريد بعض من المساجد من يخسروا السكر، الورق، الدقيق، المواد الغذائية، المواد الأساسية بالنسبة للمواطن ماشية في السماء. يعني هذه الصورة طرحت أنت حتى قدرهات والله ذا اللي قال لهم الشوارع والأرصفة برويقة لا شيء يعني الإنجازات ما هم بقدر التمويلات يعني اختي بعد تقول سايب تكلم التمويلات على نعم. بعد الارقام اللي وردوا هم فيها وفيها 17 مليار دولار انه ما يحق وكلمتي ما يحق ما هو جاك ننزل المستوى ما هو يلا لان ما هي دقيقه وتوجه ما هي دقيقه والاحزاب السياسيه مصداقيه تقوم على اساس المعلومات اللي تقدمه سواء المبادئ اللي تدافع عنها هذا اللي قلت ماني قايل فيه مبالغه فيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء الولايات المتحده الامريكيه وكندا تنقطع عنهم الكهرباء وفرنسا تقطع عنها الكهرباء من درا كان فم عجز في الانقال والانتاج والكهرباء على مستوى موريتاني ومن درا مقارنه مع سنه 2008 و2007 والوضعيه اللي كانت فيها موريتاني ومستوى الانتاج الكهرباء والطاقه عليها من درا كان مازلنا في اليوم لا احد يستطيع مهما كان معارض مهما كان مكابر يعرف عنه الوضعيه ليست مجال مقارنه لان هناك فائض في الطاقه على مستوى المقصود وهناك مستوى التصدير على اتفاقيه بين السنغال ما من المنطق ولا المعقول ان نصدر الجمهور السنغال الشقيقه واحنا قانون الكهرباء هذا السنه العقلاء مصطونات على العبدي فيما يتعلق بالطرق قالهم برويقه مقالهم برويق انت اللي تركم من هون اليوم قايس المدرر ماشي على برويق انت اللي تركم من هون اليوم قايس النعمه ماشي على برويق انت اللي تركم من هون قايس كنكوصه ماشي على برويق سوي للناس اللي تعدى الطرقه اللي تركم من النعمه ماشي قايس باسكنو ماشي على برويق. طيب
هذا حاني شوي لين تدخل مدينه نواكشوط وتعرف الوضعيه اللي كانت فيها سابق 2000 سابق المرحله النظام الحالي اللي احنا نتكلم عنه. الوضعيه اللي كانت فيها نواكشوط بالنسبه للوضعيه الحاليه فيها في مجال المقارنه، مطار نواكشوط الوضعيه اللي كنا فيها اللي كانت تماطر ولا اربعه في داخل قلب المدينه واللي كانت تهدد سلامه الاحياء الشعبيه اللي موجوده في المدينه، ومطار التونسي الدولي. هذا يستطيع الرقاش ينكره. طيب يرجع ما هوش احنا قاع ما قايلين ياك نقولوا عن جعلنا موريتاني فيض وبيض. يعني نختار نقولوا عن موارد موريتانيا اللي كانت في الجهه، عفوا موارد موريتانيا اللي كانت الجهه واللي كانت تمشي في جيوب الناس وديرها في الايبان وتعدل فيها، قال لك فلان بطرون وقال لك فلان كذا، وكان رجال شنو عين على وزاره قال لك وزاره مهمه وزاره ما هي مهمه. ما تلاح الحاله حالته موارد الدوله الموريتانيه عاد تدخل فيها، ولذلك قالوا الفساد المالي انه مكافح حقيقي، ولا نقول لك مكافحته، شوف مكافحته على صعيدين، واحد على مستوى الممارسه وواحد على المستوى المؤسسي. على المستوى المؤسسي تعرف القانون الاصدار الماضي اللي كافح اللي قالوا اكل مال العام، واللي تم يمشي ينعاد يتم حتى الموردين يستطيعون، معناها انه من ناحية المؤسسيه العقابيه في تطور في المنظومه التشريعيه، ولا تعتمد على القانون الجنائي وحده، وانما اعتمدوا انشاء قانون جنائي خاص. ومن الناحيه العمليه تعرف انت عرفان ويعرف الموريتاني كامل يصير عاد ما في موظف اليوم موريتاني متولي تسيير المال العام ما سابق يوقع يفكر الف تفكير به. طيب. يعرف ان الحسيب والرقيب جاي الصبح نهار. طيب اسمح لي استاذ نايف، حني شوي، هذا ما هو دعايه، اسمح لي ونقدر نرفع به اصواتنا ولا نكساحه، هذا النظام اللي ندافع عنه ما هو كسحنا نهائيا. طيب التكتل في وثيقتها شافت اعلن الانفاق اللي عدلت الحكومه في الفتره كي قلت لك ما بين 2010 2000 انه بلا فائده، ما كانت عنده مردوديه. عندك مثلا المنطقه الحره شنو هي مردوديتها؟ بالعكس المواطن كان فما تشيات يدخلهم ويبيعهم ويحصل منهم شيء تقفل عليه، اذا كان لا عارف قاع راسه من رجليه، يعني كانت فما انفاق ما هو قاع في مؤسسات حتى انها تجبر بعض من التمويلات اللي تعودية قاعده. نتكلم عن المنطقه الحره، شوف نعم. المنطقه الحره احنا ما نبي دعم من الامم. المنطقه الحره وعدت في ياسر من بلدات العالم. معناها انها تعبر عن مستوى من الطموح. وانعكاساتها الاقتصاديه على مستوى الدول ما تقاس سنه ولا سنتين ولا ثلاثه، وانما تقاس بعقود. من درى كان حد يعرف تاريخ موريتانيا يعرف عنه من داخل الاستاذ مختار الدار رحمه الله عليه، ومنطقه ضيت المنطقه الحره مطروحه. والانظمه المتعاقبه كامله كلها كان طارح منطقه الحره تاع موريتانيا. يعني من استطاع انه يقدم عليها ياك يعدلها كواقع تشد عملي. سيد الرئيس محمد العبد العزيز. طيب شنو انعكاسها على المواطن؟ انعكاس بسيط، انعكاسها بسيط. هو يقعد المواطن هو من نفسه ذا اللي كان بقى عايش به. ما على حالتي انا جاي من وادي بولد التيار، ما على حالتي لين تدخل مدينه وادي بوليوم تلقى لك شبكات الطرق في كل مكان، وشبكات الاناره في كل بني، ومنطقه كابانو فيه وعدت فيها جميع الطرقات، وفي مجموعه من الدراسات حاله معدله لمجال تحسين مناخ الاستثمار ومجال وضع بنيه تحتيه في مجال الفندق ومجال السياحه. ما على حالتي يا غير الناس، ما هو الدور الشعب الموريتاني الانسان البسيط اللي في نواديبو اللي يعيش يداركو بلياس المواد عاد معفي عنه، والمواد اللي ما تم اعفائها الله يمنه شنو؟ الله يمنه حفظ على التوازن الاقتصادي في البلد. يا غير فهم ياس المواد تم اعفائها على مستوى مدينه نواديبو، والدور الصبح والنهار الاخر بحساب الزمن وحساب التراكم دور رجل المصانع، والدور تصبح منطقه نواديبو منطقه حره تنافس المناطق الحره في هونغ كونغ وفي دبي. يا غير لين تم خلي الامور ماشيه بالطريقه اللي يلا فيه، هذا ما معناها ان موريتانيا حاله في مصاف الدول مستوى الدخل الفردي فيها على مستوى اليابان. معناها ان موريتانيا كل الموارد الاقتصاديه، عفوا كل الموارد الاقتصاديه اللي عندها كل الموارد الاقتصاديه عندها تسير من طرف نظام يطرح تصور ان الاولويات فيها هي تندارها مصالح الشعب الموريتاني. طيب لا اكثر من ذلك ولا اقل. مصالح الشعب الموريتاني اولويات بالنسبه للنظام. وثيقه رد الحزب الحاكم على 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 التكتل ذكر بعلن بعد تصوره هو والله تفنيده للي قال التكتل وتصور الصوره ورديه عن الواقع الموريتاني، ذكر من ضمن هذا التصور والله من ضمن هذه الحقائق اعلن فما تياها عمله صعبه وفما تيا احتياطي في خزينه وفما احتياطي في البنك المركزي. طيب الا ترى هذا نتعود هي الصوره ذنبته، والدوله الحمد لله في قدر من الرفاه والدوله في قدر من التمانه وكنت فما ياسر من السعه في الرزق، لماذا المواطن يعود قلبه اسمح لي نقول لك شغف العيش هو من نفسه المواطن متعب مرهق
على جميع الأصعدة. ما نتفق معك ما نتعاون عليه إن موريتانيا إنها دولة من دول أوروبا مصنفة في إطار الدول المتقدمة إذا ما ألحتهم. إذا ينقاس باش ينقاس بدلين قالوا المستوى الدخل الفردي ويقاس مستوى الرواتب. من درا كان الرواتب بالنسبة للعمال الموريتانيين كان انهارت. من درا كان الأوقية الموريتانية ضعفت. ذا اللي يخلق شنو؟ العكس. اللي كان خارج كانت في المجتمع الموريتاني اللي هي طبقة من السياسيين طبقة عمودية متمسكة من اللي قالوا الموارد الاقتصادية للبلد وتنهب بها وتعدل فيها اللي تعدل هذا اللي يقولوا ما هو لحاتوني شوف دكاكين أمل يوصل المواطن الموريتاني حيث ما كان بالكلام المليار توصل المواد الغذائية الأولية بأسعار رخيصة وسمعت الزميل كنت مستضعف في سابقهم يفند في دكاكين أمل بقولي بأي منطقين يقد يفندهم في الوقت اللي العجوز والشايب والضعيف والفقير مستوى دخله اللي كان له يفوق تكاليفه اليومية في المواد الغذائية الأول مخفضه 50% هاي زيادة في الراتب هما الرواتب هي رواتب مباشرة رواتب غير مباشرة هذا زيادة في الدخل معناها أن رجاج قوته اليومي العاد كان يكلفوا 4000 جنيه اللي تعود الدولة قائمة بسياسة الدعم كيل كنا قائمين معناها أنه عاد يعود عمل 2000 جنيه هذه 2000 جنيه اللي تنضرب 30 يوم هاي اللي تجي كم اللي 60 جنيه زيادة في الرواتب طيب لا يتكلموا بالأرقام هاي قضية الأمل اللي كنت تتكلم عنه أمل يستهدف شريحة معينة لا الأمل لا أمل يستهدف الشريحة المعينة قال الفقراء الموريتانيين الفقراء لا يفرق يعني بين الأبيض ولا بين الأسود ولا بين الشرقي ولا بين الغربي يعني يستهدف الشعب الموريتاني فقراء موريتاني التكتل بأنها فقيرة الحمد لله كاملة على كل حال كل جميلة طيب. ترى الوجود جميلة بعد متوقعين الشارع الموريتاني عبد الله جميل وطيب لا وبعد طيب. جميلة أكل أخرى لا جميلة جمال طيب سيد نايم التكتل يتهمكم بتقليص دور القطاع الخاص انكم قلصتوا دور القطاع الخاص وبلرتوا ممتلكات الدولة في ياسر مشي ما لابد منه كي تقضي مطار التونسي اللي طاقته الاستيعابية 120 انتم زدتوا اكثر من ذلك يعني فما تيها قدر من 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 التبذير متهمين انتم به في التسجيل العام حتى اسمح لي حتى علنكم اقصيتوا ايضا بعض من رجالات الاعمال اللي حاسنتم على انهم ما هم مواليينكم والله على انهم محسوبين على التكتل والله محسوبين على التيار ثاني انتم ما يخدمكم وجبتوا بالهم بديل ثاني نوع من ممارسات حقيقه انا قايل ان الحزب سياسي نعم وحد يهتم بالشان العام لين يميل شخصانه الامور يفقد بوصلت التوازن السياسي احنا نتكلموا عن امه ونتكلموا عن الدوله ونتكلموا عن نتكلموا عن اللي قالوا القانون من درايه كان سياده القانون خالقه من درايه كان مناخ المنافسه متاح لرجال الاعمال من درايه كان رجال الاعمال عندهم الحمايه اللي عندهم تساوي فيه يعتبر كل الموريتانيين مناخ الاعمال عندهم مفتوح لهم كامل حق خالق ما تدخل هذا لا نكران فيها فكرة أن رجاج يستطيع أن يتطول ويأخذ أموال عامل الدولة ويعدل الصفقات المشبوهة ويعدل كيف شاء ومتى شاء إذا مات لخالك يظهر بعد العاد ما هو في صالح حد ما هو بعد الشعب المرتاني الشعب المعد المرتاني في صالحه كنت تقبض مليار والله هني وتفتح فيهم مؤسسة عملاقة وتعدل تبقية تعدل هذا مليار ما تعطي لك أنت هذا مليار الله يقسم بين الضعفاء لا يمتنحوا به الطلاب ولا يداووا به المرضى ولا يشتروا به الأسر ولا يشتروا به الإزامبلاس ولا يعدل بالنسبة لمطار أم التونسي أنا أربئ بالمعارضة الكريمة أنا أتكلم عنه اللي مقتنع على اللي قالوا النظام السياسي الديمقراطي واللي إحنا محتاجين تطورات فيه إنه ما يقدر يخلق يكون بثنائية المعارضة والأغلبية اللي قالوا المعارضة واللي قالوا الأغلبية وزين عندنا تعود معارضة الخارج وزين عندي اللي قال إن التكتل صدروا بها زين عندنا اللي يمشي بيجي دوره كانوا تجمع له تقعد له مجموعة من النخبة وتعالج الوضع الاقتصادي ولا خارج عمل بشري ما عنده نواقص ما عنده نواقص ولا إعار مطار من التونسي للأسف الشديد كنت شايف انهم يلا كانوا قالوا الناس تم يعطوا صادقته هذه يعني من يعطوا يعود يتمرقوا تم مرقوا صادقته به اللي هذه الاراضي اللي هي ينقال نواكشوط هذه المساحه اللي عندنا احنا اللي قريب من مليون وزياده من كيلومتر مربع واللي تم قد حد تم يبني من عين بنتيلي الى فصال نير ومن جاق الى اخر نقطه من المريه هذا كامل كان يقسم لكن كنا نقول كان يقسم لزيد وعاملين وصنبه وجوب ومبارك ماتلي وفرات ماتلي عاد اي
قطع عرضيه من اللي قالوا تراب نواكشوط تنعطى الاهداف معين، اما ان تباع في مصالح عامه واما تعطى لفئات مهنيه معينه. قولي الشيخ القوخه، اما تعطى لاساتذه التعليم العالي واما تعطى لاساتذه التعليم الثانوي واما تعدل بها مطار نواكشوط واما تعدل بها تنباع وتعدل بها تعدل بها الشطة تتعلق بالدوله. هذا بالفعل هذا الناس اللي كانت مستفاده منه سيبقى لها فتره من الزمن تتكلم وتقول اذا خاسر اذا خاسر يظل بعد خارجي بعد مسالتين يعرفوا خارجي بعد اثنين يعرفوا عنه وهو خاسر، رب العزه يعرف عنه وهو خاسر والشعب الموريتاني يعرف عنه وهو خاسر. يعني هون معنى انكم انتم يا حزب التكتل مقمم بعينيه عن حقائق وقائع. على كل حال شوف طيب خلينا ننتقل شور نقطه ثانيه. شنو تفسيركم لعلن بعض من الشرايك على انها سلت ايديها من الاستثمار في موريتانيا؟ تعطيني مثال منها؟ طيب التكتل اذكر شركه كينلوك واذكر شركه سي اس شركه سنغاليه كانت معنيه بقدرون نواكشوط روسو، هذا كامل يرجع لقله المناخ الاستثمار الموجود في موريتانيا. شو هو تكلم؟ ضعفه وعلى ان الدوله ما هي قابله تتعامل بجديه فياك انها تقدم شوف انا كنت نايف في البرلمان اعطيت فيه 7 سنوات كنا نناقش القوانين وليك الساعه عشان قانون الاستثمار. ومتاكد تمام التاكد ان جماعه المعارضه ليك الساعه انها وقفت ضد قانون الاستثمار وقالت عنه يتيح للمستثمرين من الفرص التي لا حدود لها وانه سيكون وسيله لنهب الشعب الموريتاني. وهم اليوم يتكلموا عن مناخ الاستثمار ان مناخ ما هو صالح. هم ليك الساعه اذاعوا عنه. هم ليك الساعه يقولوا عن اللي قالوا قانون الاستثمار انه قانون انه يبدد الثروه الموريتانيه. واليوم يقولوا عن الاستثمار الموريتاني مناخ الاستثمار الموريتاني عنه ما هو خالق. شوف شركة اللي تعلق بالعوج اللي كانت تستثمر بالحديد لا في حد في العالم اليوم مهتم والله عنده مستوى تعليمي معين ما يعرف عن اللي قالوا الحديد في أزمة عالمية نتيجة الانخفاض في أسعار ولا قال أحد ما يعرف عن الطن أنه كان 140 دولار وأنه حال انخفض إلى 21 راني ما عندي المعلومات الدقيقة كبريات الشركات الكبرى في الهند وفي جنوب أفريقيا وفي العالم وفي الدول المصدرة للحديد ورجال الأعمال المستثمرين فيه قفلوا الشركات وصرفوا العمال ومشى. احنا ايش مطلوب منا؟ مطلوب منا عندنا شركه قال لها شركه سنين. وهي ثاني مشغل. عقب قال الوظيفه العموميه. وذا اللي تعمل اللي اشتغل فيها الموريتاني ما اشتغل. مدري كان سنين في ظل هاي الازمه من عند 140 دولار للطن الى 21 دولار للطن. مدري كانها قفلت. مدري كانها عدت كومبرس عدت نقص العمال. من درى الشخلي. هذا يدل على ان الدوله السياسه اللي كانت طارحه بذل ينقالوا الموارد اللي داخل السنين انها كانت سياسه ناجعه. لان كانت الفتره فتره الرخاء كانت السنين تستثمر في المواضع الحساسه سواء كانت البنيه التحتيه، سواء كانت في الاطار البشري، سواء كانت بعض الاستثمارات في الشركات اللي ديفليال منها تستثمر فيهم. وعلى الرغم من ذلك لين جات الازمه هذا عفوا على الرغم من ذلك هذا ينقض التكتل بصفه في وثيقته به اللي التكتل ما لا شوف اللي قالنا اعلنها خليك عندها ضعف اذا عاد تلجا للبنك الدولي لكن تستلف منه لا شوف ما خالك حد وطاها 7 مليارات ولا زال حالي بشر لا ما خالك حد يعرف انا ماني من السنين فاصل الالف وباء ما خالك حد ما يعرف عن السنين انه ثاني مشغل في الدوله الموريتانيه ولا خالق حد ما يعرف عن اللي قالوا الشمال الموريتاني الرئه اللي تنفس بها اللي قالوا شركه سنين ولا خالق حد ما يعرف عن الازمه الاقتصاديه العالميه اللي تضرب اللي قالوا قطاع الحديد الموريتاني جزء منه تاثرت منه ولا خالق حد ما يعرف عن السنين اللي فيهم العمال لحد الساعه اليوم ولا نقص من ارقاش واحد ولا نقص خلاص ارقاش واحد ولا يخلص ارقاش واحد منهم وبالتالي اللي يتكلموا عنه والكلام مونك حتى يظهر من الحق الاخرى يرجع ليش؟ موريتانيا فيها ياسر قد ينتقد وفيها ياسر قد يبين وفيها ياسر يلا نجمعوا له وفي هذه المناسبه نطلب من التكتل القوى الديمقراطيه والاحزاب الاخرى السياسيين اللي حريصين على الاعاده وحريصين على مصلحه الشعب الموريتاني انهم يجوا لاخوتهم ويتحاوروا معاهم وذاك اللي يرى انه صالح يقولوا والناس ما تدينهم فخامه رئيس الجمهوريه قالت تصريحات العديد من المرات ما في اي خطوط حمراء تعرفون ما يعرفون طيب ما في اي خطوط حمراء نقاش ما في اللي يرى انه فاسد يجيبوه الارقام ويقولوا احنا خوت
احنا اخوت في الدين واخوت في العقيده واخوت في الجغرافيا واخوت في التاريخ واخوت الى الابد، وسنبقى اخوه الى الابد مهما اختلفت مشاربنا. ومفترض ان الخلاف منبعه هو الحرص على المصلحه العامه. يعني التكتل وليت عود قطيعه خالص كامله من يعرض طلبات التي تطرح من طاوله المفاوضات، وهذا فاتهم وشدوا في شمال اخبار وقالوا موضوع متكامل. طيب سيد النائب، هذه الاستثمار والله الشرائك اللي كانت تستثمر في موريتان واللي ما زالت تستثمر في موريتان، ما هي القيمه اللي ضافتها لقطاع التشغيل في موريتان؟ نذكر لهم في سنه في الماموريه الماضيه جانا قانون يتعلق باتفاقيه بين موريتان والشركه الصينيه الهنغالي هوندوك واقاموا الدنيا ولم يقعدوها عن شركه هوندوك هاي الصينيه، وان لا تنهب للهنغالي خيرات الشعب الموريتاني. والمقام الدنيا المعارضه هي انا هون جاي مثل حزب الاتحاد الجمهوريه في مواجهه بيان تكتل وبيان متكلم عن هوندونغ، وقالوا عن اللي قالوا شركه هوندونغ انه جاي اياك تنهب اللي قالوا خلاص الشعب الموريتاني. اختي اقول لك بعد شغلك من شركه هوندونغ. هوندونغ لين جات نوادي عدلت بنيه تحتيه قيمتها 100 مليون دولار. 100 مليون دولار بنيه تحتيه باقيه على الاصل على الارض الموريتانيه الى الابد. شركه هوندونغ قبضت الالاف من الشعب الموريتاني اشتغلوا. شركة هوندونغ كورت الشعب الموريتاني. شركة هوندونغ وإذا ما نعدل الدعاية هذا الواقع تو. ما معنى نقعد عندهم شي أحسن يا الله يعدل. شركة هوندونغ تدفع الضرائب الدولة الموريتانية. شركة هوندونغ الاتفاقية اللي بيننا احنا وموريتانيا بعد فترة من الزمن ستؤول الممتلكات الموجودة الموريتانية. شو مزار الصقع واللي غايب عن ياسر الناس عن هذا اللي تصطاد اللي قالوا السمك المهاجر. والسمك عنده السمك المهاجر عنده موسم يمشي به من مسافات ماشيين يقبض طول للمحيط الى منطقه معينه. ومهاجر الى ما قبضنا احنا لا يتقدم شرط دول افريقيه الاخرى. لانه هاجر موجات ماشي ماشي موجات هجره ماشي. وبالتالي لا قبضوه الصينيين معاهم شركاء موريتانيين شغلوا الموريتانيين منهم. طيب. وكونوهم وشاولهم الزوارق وعطاوها لهم وعدلوا لهم التكوينات وشغلوهم وعادوا رافض الخزينه العامه للدول. انا ما نعرف الخاسره في موريتانيا. طيب هذا ما هو هذا تعود موريتانيا هو ينقال شركه هوندونغ ولا الشرائك الاخرى على انهم يقبضوا المواطن الموريتاني. اسمح لي دور نخلي انهم يقبضوه الحم ويزرقوه عنهم عظم على بدون على اي ضمانات الحقوق ولا عدلوا كاع شيء في الواقع مثلا ملموس حسب بيانات الناس اللي تشتغل معاهم ملموس ولا ملموس. الزوارق اللي باعوا للموريتانيين ملموسين ولا ما هم ملموسين؟ ما احنا نتكلم انا قلت لك بوي اللي يتكلم على نظام والله على السيد راي ما نشعر بالحرج ما نشعر بالحرج تو بيده يقول نعرف عنه حقته لو كان ما هو حقه توارى ونخرج عنك ما انا محرجين ما انا في وضعيه قادرين يتكلموا عن شيء محرجين. طيب في نهايه هذه الحلقه مشاهدينا الكرام أشكر النائب السابق الأستاذ السلامة والعبد الله الأمين التنفيذي المكلف بالتنظيم والعلاقات مع الأحزاب السياسية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، كما أشكر أيضا المخرج مهاجي جالو وسيدي محمد ولي الكوري في هندسة الصوت، وهذه تحيات الشيخ المهدي والابن جرى وإلى حلقة جديدة من برنامج تغطية خاصة. أستودعكم الله.